بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعانو وناكسن داو ديال صاحب يال هلكن وان نحرك وراركا يكوسو لبادا وراركا يقودن بيجي عن ذين كاينو سومالي عالم كو حيابات كو داو دونتان هديا لوين رالو كنغنو إرنا نديسو قد بندو نوحا كامن نقون دونا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وفيلا سومالي يكو يديي دقال لك هدا عاي بلد ويني يبوساسو وربحيني نديك قسو قد بندونا قود لاوي وأحمد حيونا هرشو اللي أيال الشيقي أنو لقم بنا يوم موقف كيسا سياسة ديد محيطة سببتو وربحينا الذي كاقسو قد بندونا على السيدة ساران إيو وحيابا هو مركز اللاء مسيحي هاي قد داد دور شوين كهير فدرالي فياتس أو ديبو هلي باريهيسي انترنتكا وعن ديسو قد بندونا عيدة كيستي براهاسي إيا سيدة يكو هلين قد بضا يكو وكالا يادا ودون تان هديا لوين رالو كان نقضو هلكن وان نحر كو وراركا هديا دوبا هانتاي صاحب لان نقو سيدة دوهش وراركي قدن بي سومالي عالمكا سبسكرايب صار جنبلال كفورة لجريشر جري راهضة دي وحي كلاتها هنا كدي وضاوة دي مركا لها كلانتوا عانا يونا هوا دي دين كلا نهاي عبد الرحمن عبد الشكور ورزامة يا فيلا سومالي يكوية دي يدقال دي كدع عي بوساسة يبلد وينه سياسيقا عبد الرحمن عبد الشكور ورزامة وكمي دا حبناها ميدوغا مشرحين تا يا كوية دي يي فيلا سوماليا غارهان مدحوينها مدحليت كيسو دما دي محمد عبد الله محمد فرماجو إن دالكا إيكا أبورتاي دقال بيلديو إن ديبلوغو لابتو علاد هوري لوغاسو قدبي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو قيب مركاسي كاقيب غالي يي دود لغو قبتاي تويتر سبيس أيا مركاسي أو كوساب سنيت عقبادا هورتاگان دورشادا يعيدا مركاسي ودا أيا شاقي إشين تي سنة أنصور دافنية فيلا سوماليا إسكور كنتي سياسيين يبالو إسلا مركان مسول كتاهي دقالة دي كادا عي مغالو ينكا بوساسي يبالد ويني وعواد الكيسة وانتا قدري إن دقنكا فيلا سوماليو يهي حوق إيو حكم بوب ودن كان أي كادا جان ميد مركاسي مرولي باهي كتا جانتهي علاد جوكتاه ودع إيسا بيلاها سوماليات عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وكاهد لي أريماها دورشوين كاواحا وشيغي إن مدحويناها مدحليد كيسو ودما دي فرماجو او سميي تن إيو لابدو كون يلابا تنكي وسند كي ومركاسي لابدو كون يلابا تنكا سند كيها وحكستا ومدكررز كوسو منكرو بلسا يديدين حلي باندا أقل كسري دولت قبل ديادا يحس بيادا معارض كا مركاسينا فرماجو يساحي بديس اي سنة وقلين دورشو كدا على دالكا سيو الباي حالة نقوتو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ayaa eedeyntaasi kala dulacay madaxweynaha waxa ugu dambeeyntii Abdirahmaan Cabdishakuur Warsame uu sheegay ama uu soo jeediyay in shirka golaha wada tashiga qaranka lagu go'aamiyo in la saxo qaladaadkii ka dhacay doorashooyinka in ra'iisul wasaar Roble uu awood u yeesho amniga dalka iyo in farmaajo uu soo banayo Villa Somalia lana mid noqdo musharaxiinta kale isagoo ku tusaale u soo qaatay markaasi dhacdo ka dhacday wadan carbeed waa hagaag daawade nuxurka ayaa si toos u daawanaysan علي قدلا وحسين وأولا جنبنا يا موقف كيسة سياسات مدحونا هرشوا لا يا ولي لجنبنا يا شاع أنت موقف كيسة كوا دن حالا دا سياسات الدلكا استجو عليه سكلا كل مايا سياسيين تا يسكت مركز الدجان كيهن مدحونا هرشوا لا علي قدلا وحسين يا وجه يا عدد السياسات ده وديدي إنه عدا يا موقف كيسة كوا دن حالا دا عكرنا يا ودلكو كجرو قود لاوي ولوكسون يهي إنو أورك كالجر هوغانك وقت يسو إلاداي أينان أوودين إنو شاعيو أركتي ديسا وحاتا بدل كيداي مرحلة دوكو قصبتاي إنو آموسنانكو تاغيرا فرماجو أيي ليهين دادك سياسة دو دوندوليلا ميدوغا مشارحين تا غارهان مدحوينياشي دالك سومري أيي مركاسي ساري علاس سياسة ديد إيغو كوار جليي إن مركاسي متلاد دو دا آنو كالون كوية لنكرين هوغانكا وقتيغيسو دماداي عبسي حوغان ايو سيدو كالاكا قبا سنتر حاجي موسي سود يلحو كاسيو اندهكو هيا داق داقا قيسا سياسة ديد وانا ننق ان اوود عيدان هيرشابي اللي لوغا فرمروجين ايو مار هدو لصفتو مدحوين محمد عبد الله فرماجو ايي ليهين دادك سياسة دو دون دوليلا حوغاق عيدامادا بدبادا قران او كسوغان قوال كشابي اللي هدحي وعاقب كيهين وحيابها قود لا بكو كلفية إنو آموسنانكو قابسادو تاسيو فرماجات دوغ عريسي سي سيداي مركاسي قيمين ايان دادك سياسة دور دون دوليلا فرماجات ايان دون اي إن قود لا بو ولا جان قادو أما بو مركاسي لفت قرين قور قور بالسي عدادس كادا جيهوريا لا
ayaa arintaasi diiday waxaana waqtigan mid markaasi markaasi ka madax banaan amaba markaasi aad u liita lagu sheegayaa xiriirka kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo Cali Guudlaawe. Farmaajo ayaa horey ugu carooday Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle kadib doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay Jowhar, kuwa oo markaasi looga awood batay Farmaajo iyo xulafadiisa, waxaana si gaara cabsi ugu beertay ku soo bixitaanka kursiga aqalka sare ee Senator Alxaaji Muuse Suud Yalaxow oo ah nin yaqaan damaca Farmaajo ku wajahan markaasi dowladnimada iyo markaasi soo laabashadiisa ayay leeyihiin dad ku dhow dhow markaasi Cali Guudlaawe Xuseen. Si walba ay xaaladdu ay noqoto, si kastaba cadaadiska uu Guudlaawe la kulmayo ayaa ka reebaya saaxiibadiisa siyaasadeed ee left green qoorqoor, kuwaasoo iminka markaasi ku adeegsanayo Farmaajo, isla markaana la sheegayo in uu markaasi taageerayaan damac walibaahi oo uu leeyahay. Si walba ay xaaladda noqoto, si weyn ayaa loogu dhaliilayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay markaasi ay riixayaan waa saddexdaasi maamule si joogitaanka xafiiska ee madaxweyne Farmaajo. Inkastoo madaxweynuhu waqtigiisu idlaaday, haddana waxa uu sidoo kale dadku markaasi ay ku eedeenayaan musharaxiinta midoobay inuu carqaladeynayo doorashooyinka, doonayo inuu baaqi ku sii ahaado Villa Somalia, isagoo sidoo kale riixaya in xubno isaga taageersan uu soo saarto si isagu u soo baxo. Waa sida ay sheegayaane saaxiibayaal, sidoo kale haddii aan kasii dhaqaaqno qodobkaasi oo aan u sii baxno barnaamijkeena qodobada kale aad ku daawanaysaan, waxaa ka mid ah guddida doorashooyinka heer federaal ee VIAT oo dib u helay barihiisa internetka muddo ayuu ka maqnaa, sida kol sii horeysay baga Facebook ee SNTV lagu shaaciyay. Guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal VIAT loo soo gaabiyo ayaa dib ula wareegay baraha internetka kadib markii uu gacantooda ka baxay Facebook-ga, website-ka iyo Twitter-ka. Guddida VIAT ayaa gacantooda ka baxay kadib markii xilka qaadis xubnaha guddigaasi uu ku sameeyay gudoomiye Maxamed Xasan Ciro 25-kii December sanadkan soo dhaafnay 2022. Ciro oo xilka hayay tan iyo July 2022 ayaa lagu soo oogay eedeymo kala duwan oo ugu dambeyn xubnihii xilkaasi u doortay ay u codayeen in kalsoonida ay kala laabtaan. Xubnaha guddida VIAT ee xilka ka qaadista sameeyay ayaa warbaahinta u sheegay in lagala wareegay baraha bulshada iyo websiteka guddidu uu ku soo gudbiyo howlihiisa, iyadoo laga tuuray shakhsiyaadkii wax ku soo qori jiray ee markaasi xubnaha maamulka bogagaasi ka mid ahaa. Kulamada VIAT lama soo gelin tan iyo xilka qaadistii Ciro, balse shalay oo gacantoodu ku soo laabtay waxaa sidoo kale la soo geliyay qoraal lagu muujinayo in dib loo helay baraha bulshada. Qoraalka ayaa u qornaa sidan: guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayaa maanta isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa, kaasi oo looga hadlay arrimaha muhiimka ah ee guddida hor yaalla. Waxaana shir guddoomiyey siyaayaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka guddida Mawliid Mataan. VIAT weli ma dooran guddoomiye, balse waxaa si ku meelgaar ah u guddoominaya Mawliid Mataan. Guddidan carqalad xoogan ayuu wajahay maadaama markaasi buuqoodii uu ka bilowday kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay xubnihii xalinta khilaafaadka doorashooyinka, kuwaasi oo 7 ka mid ah ra-iisul wasaaruhu uu xilka ka qaaday, 7 kalena uu magacaabay. Sidaasi oo ay tahay, waxaa sii kordhay xiisadu, waxaana sidoo kale xilka qaadis amaba awood kale noqosho lagu sameeyay waa kalsooni kale noqoshe Maxamed Xasan Ciro oo ahaaba guddoomiyihii guddida doorashooyinka. Si walba ay xaaladda noqoto, tan iyo marka waxaa la waayay oo la sheegay oo la baahiyay oo warbaahinta qaranku ay baahisay in gabi ahaanba gacantu ka maqan yahay bogagga internetka ee markaasi iyo kuwa social media-ha ee guddiga, waxaana sidoo kale looga digay shacabka Soomaaliyeed inaysan sidoo kale dhag jalag u siinin xogaha warbixinada amarada iyo go'aanada lagu baahiyo bogagga internetka ee markaasi guddigaasi. Si walba ay xaaladda noqoto, ugu dambeyntii shalayto ayaa la cadeeyay in guddiga uu gacantu ku soo laabtay bogooda iyo markaasi meelihii warbaahinta iyo bulshadu kala hadli lahaayeen. Guddaanta ayaa ku dhaafnaa barnaamij wareedkeenna. Haddii aad ku cusub tahay daawade, ka mid noqon nuxurka wararka leegaray shargaray, aaraadaadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo markaasina subscribe noo saaraya.
intaan warbixintan teeda kale ku kulmi doono waxaan idiin dhaafnaa waan idinkaga tagnaa waan idinkugu soo laaban doonaa saaxiibayaal daawadayaal sidaa iyo nabaadiino warbixino iyo kuwo kale ayaan idiin soo wadnaahay inasii suga saaxiibayaal.